الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم ومن والاه. ثم ما بعد، حديثي معكم اليوم عن تعامل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، كيف تعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النفاق أمر خطير جدا، لأن اليهودي معروف والكافر معروف بجميع أشكاله من الكفر، معروف أن هذا عدو ظاهر، لكن النفاق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر المحبة ويبطن العداوة والعياذ بالله. هذا خلق سيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علامة النفاق لكي يجتنب الناس هذه العلامة. النفاق أول ما بدأ في المدينة المنورة بداية ظهور الدولة الإسلامية، وظهرت خمس مدارس من مدارس النفاق. الخمس المدارس هذه كيف مدارس؟ يعني ليست شكل هيئة أو مبنى، لا، إنما أفكار ورؤى تجمعت في أناس تبعهم أناس من أمثالهم من أشكالهم. المدرسة الأولى المدرسة السلولية بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول، الذي كان في المدينة المنورة وكان قد يصنع له تاجا ليتوج على أهل المدينة المنورة ملكا عليهم بعد أن حصل حرب بعاث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة النبوية عندما وصل إلى المدينة، الناس تركوا مكانته وعادوا وأسلموا ودخلوا في دين الله أفواج، وصار قائد الأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فحنق عليه عبد الله بن أبي بن سلول، فأظهر الإسلام من أجل أن يحمي نفسه ويحمي من حواليه، وأبطن الكفر والعياذ بالله. وكان يؤذي الحبيب صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى مبدأ المواطنة وسنتحدث عنها، يدعو إلى عدم الإنفاق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى غير ذلك من الأعمال النفاقية والعياذ بالله التي هي تؤذي الحبيب صلى الله عليه وسلم وتؤذي الدعوة الإسلامية. فكانت أول مدرسة أي مبادئ وأفكار عبد الله بن أبي بن سلول، وله عدة مبادئ وأذية لرسول الله وتبعه أناس، وكان يحدث البلبلة ويحدث القلق والإشاعات الكاذبة والاتهام، حتى وصل بذلك إلى اتهام أم المؤمنين سيدنا عائشة رضوان الله عليها المبرأة الصديقة بنت الصديق المبرأة من سابع سماء. أيضا هناك المدرسة الثانية المدرسة الحرقوسية التابعة في أفكارها ونماذجها لحرقوس بن زهير. هذا حرقوس بن زهير كان أسس مبدأ الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يرى أنه أفضل من في المجلس، أصبح ذو مكانة في العبادة والقرب إلى الله والجهاد في سبيل الله، فيظن أن هذا العمل إذا التزم بالكتاب والسنة متجردا عن أخلاق صاحب الكتاب والسنة فإن هذا وبالا عليه لا يكون له أصلا، فإذا به يفرح ويغتر. حتى أنهم ذكروا لرسول الله: يا رسول الله، فلان بن فلان حرقوس بن زهير هذا عبادة وزهد وعمل. قال النبي: لا أعرف الرجل. فإذا بالرجل يأتي ولحيته تقطر من أثر الوضوء، فلما رآه الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى على وجهي سفعة من الشيطان. هذا إنسان والعياذ بالله، يعني وجهه جزء من أخلاق الشيطان أو تمثل الشيطان في وجهه، لأنه يرى الكبر والرياء والعجب. فتعجب الصحابة، أرى النبي يريد رسول الله أن يريهم إيش الأصل في الدين، الأدب والاتباع والخلق. الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، الكتاب كتاب الله والحكم السنة النبوية، والنبوة الأخلاق، أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم هي الأصل والعمدة في تعاملك مع الكتاب والسنة. فإذا به النبي يقول، أراد أن يريهم، قال صلى الله عليه وسلم: يا فلان، هل ترى بالله عليك، هل حدثتك نفسك أنك أفضل من في المجلس؟ قال: اللهم نعم، أنه أفضل من في المجلس. من في المجلس؟ رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين في الجنة وأهل بدر وأهل كبار الصحابة. ولم يعجبه كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وذهب يصلي، أنه جالسين عند الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعلموا الصلاة أفضل والقراءة أفضل، فذهب يصلي. النبي قال: من يقتل الرجل؟ هذا إنسان
يقل أدبه ولا تنفعه حتى العبادة، من يقتل الرجل؟ فقصة طويلة، عندما قال سيدنا أبو بكر أنا وجاء ورجل يصلي قال لا إله الله، أقتل الرجل ويصلي؟ وقد نهانا رسول الله عن قتل المصلي، قال يا رسول الله قد وجدت الرجل يصلي وقد نهيتنا عن قتل المصلي، قال كنت أعلم ذلك، من يقتل الرجل؟ قام سيدنا عمر الخطاب وجاء ورجل ساجد متعمق في قمة العبادة، قال صلى الله عليه وآله وسلم له اقتلوه، فجاء ونسي هذا الأمر لحكمة أرادها الله، فإذا به يرجع ولم يقتل الرجل. أيضا جاء من بعده قال من يقتل الرجل؟ قام سيدنا علي بن أبي طالب، قال له النبي أنت صاحبه إن أدركته. جاء والرجل قد ذهب، ماذا كان جواب النبي؟ قال لو قتل هذا ما اختلف اثنان من أمتي، هذا من الذين دعوتهم تفرق بين أهل لا إله الله، وهو يصلي وهو بالكتاب والسنة. أيضا المدرسة النبتلية لعبد الله بن نبتل الذي كان يرى الإرجاء في الجيوش ويقول لا يعني أن كيف ينتصر هؤلاء القوم وقد أحيط، وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. أيضا الحبيب صلى الله عليه وسلم تعامل معهم لم يقتلهم بدلالة على الرجل حرقوس بن زهير أو ذو الخويصرة، عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقسم الغنائم في غزوة حنين، فكان النبي يعطي يتألف كثير من الناس كما سبق من أعلية القوم وغيرهم لكي يدخلوا في الدين ويحافظوا على الدين، فنظر هذا الرجل أن رسول الله ترك الأنصار ويعطي الأقرع بن حابس 100 من الإبل وعيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل وأبو سفيان وغيرهم، وأعطى رجل غنم بين جبلين من كرمه صلى الله عليه وسلم، وله مقصود وهو صاحب العدل الذي أوحى الله إليه بنشر العدل في هذا الوجود، وإذا بالرجل يقول يا محمد اعدل، إن هذه القسمة ما أراد بها وجه الله، أنت تجامل أهل موطنك ولا تعطي فلان. تأحمر وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه، وكما يقول أهل السيرة كأنما فوقئ حب الرمان في وجه رسول الله، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، إذا لم يكن الله ورسوله أعدل في هذا الوجود من يكون صاحب العدالة ومن الذي أمرنا بالعدالة؟ ولا الرجل ما عجبه كلام النبي، طبعا يصلي وقارئ القرآن لكن ما عنده أدب لرسول الله. قال سيدنا خالد بن الوليد يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال لا حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. ما الحكمة في أن رسول الله لم يقتل المنافقين؟ مصلحة الإسلام ومصلحة الدين، حتى لا يشاع يقول الناس عادهم هؤلاء أسلموا إلا ومحمد يقتلهم، إذن لا ندخل في الإسلام، قد يقتلون محمد، لا تركهم وأوكلهم إلى الله، بل كان في كل جمعة يقرأ سورة المنافقين في صلاة الفجر لعلهم يتعظوا لعلهم يتذكروا لعلهم يخشوا. رسول الله يتعامل معهم بكل أدب واحترام وبكل مودة ورحمة لهم، لا يريد أن يتفلت هؤلاء إلى الدرك الأسفل من النار. وكان يبين صلى الله عليه وسلم أن عن صفات المنافقين الذين يتثاقلون عن الصلاة والذين لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، كما أخبره بذلك المولى عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم ذاك تعامل مع هؤلاء النماذج من المدرسة السلولية النبتلية الحرقوسية ذو الخويصرة، وأيضا الخامس والأخير وهو مدرسة أبي عامر الراهب، هذا والد سيدنا حنظلة غسيل الملائكة. أبي عامر الراهب كان راهب متنسكا ويبشر بدعوة رسول الله، فلما جاء رسول الله ارتد الرجل وحنق وحسد الحبيب صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قريش وشاركهم في عدة معارك، ثم عاد إلى الشام، فلما وصل إلى هناك أنشأ كما يقال مؤسسة دينية، حصل على دعم من اليهود ومن النصارى، وإذا به يراسل أصحابه في المدينة من المنافقين ابنوا مسجدا لكي نفرق بين المسلمين، فبنوا مسجد أرادوا به الصلاة، وقالوا للنبي ما بنيناه إلا للمطيرة ولليلة المطيرة ولابن السبيل وللمسكين وذا الحاجة والإنسان التعبان الذي ما يقدر يجي عندك إلى مسجدك نجعله هنا فيصلي. فإذا برسول الله أجابهم إلى فعل هذا العمل، وحين الافتتاح كان النبي ذاهبا ليفتتح هذا المسجد، وإذا بالوحي ينزل عليه من السماء أن هذا مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، بدأ بالآية والذين اتخذوا مسجدا
ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى. أخبر الله عز وجل أن هؤلاء كاذبين، وأخبره وقال لا تقوم فيه أبدا، يعني هدم النبي المسجد ومع ذلك الخطاب يقول لا تقوم فيه أبدا. طبعا أي أنه سينشأ مساجد على هذا المنوال، على التفرقة بين أهل لا إله إلا الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهكذا تعامل النبي مع المنافقين.